مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من الصحافة اليوم وجولة صحفية جديدة نتناول فيها بالقراءة والتحليل أهم العناوين والأخبار الصادرة اليوم في العدد الجديد لمجلة روزا اليوسف. أسعدنا أن يصحبنا هنا في الاستوديو للتحليل والتعليق على الأخبار الأستاذ حسن أبو خزيم، الكاتب الصحفي بجريدة روزا اليوسف وأيضا محرر شؤون مجلس الوزراء بالجريدة. أهلا بحضرتك معنا أستاذ حسن. أهلا بحضرتك. هي معنا موضوعات متنوعة، خلينا على طول نبدأ من الصفحة الثالثة ونشاط مجلس الوزراء ونقرأ هذه العناوين. الحكومة تبحث عن طوق نجاة للهروب من أزمتي غش الثانوية وتوريد القمح، تطوير الشون الترابية واستلام 25 صومعة منحة من الإمارات قريبا. يعني أستاذ حسن، عدة اجتماعات لمجلس الوزراء ناقش فيها عدد من الموضوعات ويمكن من أبرزها أو على رأسها كيفية ضبط الأسعار في هذه الفترة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فما هي أيضا أبرز الموضوعات الأخرى التي تم بحثها خلال هذه الاجتماعات؟ يعني هناك العديد من الاجتماعات اللي بيعقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الفترة الماضية. الهدف من هذه الاجتماعات هو موضوع ضبط الأسعار. طبعا من المعروف قضية ضبط الأسعار هناك تكليفات محددة من القيادة السياسية للحكومة والوزارات المعنية بعملية يعني ضبط الأسعار وزيادة المنافذ يعني الموجودة في كافة المحافظات حتى زيادة المعروض من السلع الغذائية. يعني السيد الرئيس وجه خلال افتتاحه لغيط العنب، تطوير غيط العنب الأسبوع الماضي، أن يتم زيادة المعروض من السلع الغذائية. الهدف من زيادة المعروض هو يعني عملية منافسة بالنسبة للتجار وأن تكون هناك سلع استراتيجية موجودة على مدار اليوم حتى يعني لا يكون هناك يعني احتكار لعدد من السلع. وكذلك بالنسبة للتجار، بعض التجار الجشين، لا نقول أن كل التجار جشين، ولكن هناك دور وطني على التجار يقوم به ودور وطني كبير جدا بالنسبة للقطاع الخاص، ويعني وهذا ما وجدناه في بعض الأمور. يعني مثلا تطوير غيط العنب، شفنا القطاع الخاص عمل إيه. نتمنى من القطاع الخاص يعني يدخل في موضوع ضبط الأسعار حتى يعني التكلفات المحددة بالنسبة للمحافظين أن يوجد في كل محافظة على سبيل المثال 15 قطعة أرض يتم إنشاء العديد من المنافذ الثابتة لعملية يعني توزيع السلع الغذائية. كل هذه الأمور طبعا بتصب في يعني موضوع ضبط الأسعار، حتى التكلفات محددة بعملية أن يكون هناك يعني استراتيجية أو حاجة يعني زي السلع الاستراتيجية كده، هدف استراتيجي وهو الحفاظ على السلع الغذائية. بالإضافة موضوع القمح، موضوع القمح ده مهم جدا أن يكون، وخاصة كل السلع الاستراتيجية أن تكون موجودة على مدار يعني 6 شهور مقبلة. كل هذا الأمر طبعا هو في تكلفات محددة بالنسبة للحكومة. وبالفعل حتى احنا اللي شايفينه خلال الأيام الماضية حتى في أوقات الأجازات يعني هناك عدد من الوزراء بيقوموا بجولات، ووزير التموين يعني يقوم بجولات على المنافذ، حتى الرقابة الإدارية، الرقابة الإدارية على مدار اليوم بتقوم بجولات على المجمعات الاستهلاكية، على محطات الوقود، كل هذا الأمر. وبالفعل هناك يعني في إهمال في بعض الأمور، ولكن الرقابة الإدارية يعني بتقضي على هذا الإهمال. أكيد. نعود إلى مسألة الشون الترابية وصوامع القمح وكيف تستعد لها الحكومة يعني بعد انتهاء هذا الموسم إلى الموسم القادم، وأيضا ملف التعليم يناقشه مجلس الوزراء. يعني ملف التعليم ده مهم جدا، يعني وخاصة بعد ما حدث من تسريب والغش الإلكتروني العام الماضي. على الفور بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة العام الماضي كان هناك تكليفات أو تم تشكيل لجنة يعني بعدد من الوزارات المعنية. الهدف من هذه اللجنة هو وضع إطار أو وضع مقترحات وحلول بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام. بالفعل هناك أكثر من مقترح من وزارة التربية والتعليم وتم تقديمها إلى مجلس الوزراء. الهدف من هذه المقترحات هو منع الغش الإلكتروني. من هذه المقترحات واللي بيدرسها مجلس الوزراء خلال هذه الفترة أن يكون هناك عملية تشويش بالنسبة للغرف بتاعت الامتحانات أو لجان المراقبة. الأمر الثاني وهو ده الأقوى في هذا الأمر واحتمال يعني بنسبة كبيرة يتم الموافقة عليه، هو دمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة في ورقة واحدة، وهذا المقترح اللي هو بيلقي قبول حتى القائمين على العملية التعليمية. كل هذه الأمور بالإضافة يعني
هناك خطة بالنسبة لعملية بناء المدارس والقضاء على الكثافة الطلابية واستغلال أصول الدولة في بالفعل هذا الأمر يعني. والقضاء على الكثافة الطلابية يمكن اللي بتصل في بعض الفصول مثلا في الجيزة في القاهرة إلى 120 طالب، أن يكون هناك خلال عامين مثلا هناك 2000 مدرسة جديدة بالنسبة لي بالتنسيق مع القطاع الخاص. ولذلك احنا بنقول أن القطاع الخاص عليه دور رئيسي ودور محوري ودور استراتيجي خلال هذه الفترة، لأن الحكومة لا تبني الدولة بمفردها ولكن بالتنسيق بينها وبين القطاع الخاص. أكيد. يعني سريعا كده أيضا، ماذا تم بالنسبة للشؤون الترابية أو تخزين القمح للموسم القادم وخطة الحكومة لهذا الموسم؟ بالنسبة للشؤون الترابية والصوامع اللي هي التابعة للحكومة، بيجري التنسيق وتطوير مثل هذه الصوامع والشؤون الترابية على أن يكون من العام المقبل ألا تكون هناك شؤون ترابية، وأن تكون حتى يعني كانت هناك تكلفات ويعني بالنسبة لي يعني لمحصول القمح العام المقبل يعني أمد فترة التوريد فترة أكبر حتى لا يحدث تكدس بالنسبة للسيارات أمام الشؤون، بالإضافة يعني تطوير هذه الشؤون. هناك إن شاء الله 25 صومعة جديدة ده تحصل عليها مصر كمنحة من دولة الإمارات الشقيقة. مثل هذه الأمور طبعا بتقضي على يعني الاستغلال في القمح، وإلا نسمع مرة أخرى عما حدث العام الماضي من وجود فساد في منظومة القمح وعمليات التوريد. فإن شاء الله كل دي الأمور طبعا بتؤدي إلى إصلاح هذه المنظومة كغيرها من المجالات الأخرى. تمام. ما زلنا نتحدث أيضا عن القمح، ولكن هذه المرة القمح المستورد. فمن الصفحة الثانية نقرأ هذا العنوان: الزراعة للمفتشين، بعدسة وملقاط ومشرط وفرشاة حددوا نسبة الإرجوت بالقمح المستورد. يعني تم تحديد بالفعل نسبة المسموح بها من فطر الإرجوت في القمح المستورد ب5%. فكيف تعمل وزارة الزراعة على التأكد من هذه النسبة وفحص الشحنات القادمة من الخارج؟ طبعا موضوع يعني فطر الإرجوت حدث هناك يعني لغط كثير خلال الفترة الماضية، مرة اتلغت يعني موضوع فطر الإرجوت ومرة تم الرجوع إلى النسبة زي ما حضرتك تفضلتي، وهي النسبة العالمية المعمول بها في 187 دولة. هذه النسبة معمول بها في مصر من 2011 حتى يعني الفترة الماضية، لم تكن يعني هي يعني بدعة أساسا عندما اتخذ هذا القرار مجلس الوزراء، ولكن هو موضوع يعني عملية زي ان احنا نعرف نسبة الأرجوت. كانت هناك يعني تعليمات بالنسبة لمفتشي الحجر الزراعي، الصراحة هذا الأمر هو كان انفراد لجريدة روزا اليوسف في إطار المتابعة الدقيقة من الزميل الأستاذ إبراهيم رمضان في هذا الأمر، يعني له العديد من يعني الانفرادات يخص ملف الزراعة. هذا الأمر هو عدسة وملقاط ومشرط وفرشاة يعني لتحديد نسبة الأرجوت بالنسبة للمفتشين اللي هم بيذهبوا إلى الدول الأخرى وعملية بالنسبة لمفتش الحجر الزراعي، ودي النسبة اللي هي أول يعني فحص العينات، ويأخذوا من كل مثلا شحنة عينات معينة ويأخذوا النسبة الغالبية العظمى. ولكن في هذا الأمر نريد يعني نحن نتعامل المعاملة بالمثل، يعني مثلا على سبيل المثال روسيا فيها هناك بعض المناطق لا يوجد فيها نسبة الأرجوت، نتمنى أن تكون المعاملة بالمثل زي ما بتتعامل مصر مع بعض الدول، الدول برضه تتعامل مع هذا الأمر. وخاصة يعني ملف القمح ده ملف مهم جدا، من المعروف يعني احنا بنستورد حوالي 11 مليون طن قمح سنويا. هذا الأمر طبعا إن شاء الله خلال الفترة إن شاء الله يعني هيحدث اكتفاء ذاتي بعد يعني الزراعات التي تمت في الوادي الجديد وغيرها، حتى يعني موضوع 1.5 مليون فدان يعني إن شاء الله خلال شهر أكتوبر الجاري سيتم توزيع حوالي 500,000 فدان على الشباب والمستثمرين في إطار هذا الأمر. أكيد. يعني مشروع 1.5 مليون فدان بالفعل مشروع قومي كبير، نتمنى بالفعل أن يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح قريبا، ولكن على أي حال يعني مفتشو وزارة الزراعة مستعدون لفحص شحنات القمح الواردة من الخارج. إلى الصفحة الرابعة ومجلس النواب، ونقرأ هذا العنوان: اليوم البرلمان يحسم قانون الهجرة غير الشرعية والخدمة المدنية. بالفعل يبدأ دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب بعد أجازة استمرت حوالي شهر، ولكن هذا لم يمنع أيضا لجنة الشؤون التشريعية بأن تبحث وتناقش قانون الهجرة غير الشرعية
كما كلف أيضا سيادة الرئيس بهذا الأمر. فما هي أجندة البرلمان اليوم؟ يعني اليوم بيبدأ الدور الانعقاد الثاني في عمر البرلمان، هذا مجلس النواب طبعا بعد يعني فترة وجيزة من الأجازة، وهناك عدد من اللجان كانوا يعني بيشتغلوا على هذا الأمر خلال فترة الأجازة، ولكن هناك يعني عدد كبير من المشروعات القوانين موجودة على يعني أجندة مجلس النواب. أولى هذه المشروعات القوانين هو إقرار قانون الخدمة المدنية. معروف يعني قانون الخدمة المدنية لم يحصل، يعني ما حدش كان موجود في مجلس النواب عندما لم يتم النصاب القانوني. لم يتم اكتمال النصاب القانوني. ان شاء الله خلال الجلسه الاولى من مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني يتم اقرار مشروع يعني الخدمه المدنيه. هذا المشروع طبعا مهم جدا للاصلاح الاداري واعاده الهيكله بالنسبه لل 7 مليون موظف، ولا احد ينتقص نهائيا من الموظفين، بل بالعكس هو عمليه تحسين، وان يكون هناك دورات تدريبيه بالنسبه للموظفين. ولكن المشروع القانوني الهام جدا وهذا ما رأيناه بالنسبة لمركب رشيد الغارق منذ عدة أيام هو مشروع قانون الهجرة غير الشرعية. هذا القانون مهم جدا للحد من عمليات الهجرة غير الشرعية والقضاء على السماسرة، وأن يكون هناك يعني قانون رادع يعني بالنسبة للسماسرة. وأهم شيء في هذا القانون، ما الجديد الذي يحمله هذا القانون لمواجهة هو هذا القانون أن بالنسبة للمهاجر هو ضحية أساسا، ضحية بالنسبة للسماسرة وغير مجرد. هذا القانون يعتبر المهاجر هو المهاجر ضحية. هو ضحية يعني بالنسبة للسماسرة. والحمد لله يعني الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية ألقت القبض على العديد من السماسرة وتم إحالتهم طبعا بالنسبة لجهات التحقيق، ولكن طبقا لأنه ما فيش قانون بالنسبة للهجرة غير الشرعية، كل من تم إلقاء القبض عليهم يعني هم يعتبر يعني خارج نطاق القانون، ولذلك تم ارتأت الحكومة أن يكون هناك قانون بالنسبة للهجرة غير الشرعية للحد من عمليات التهجير، وخاصة لا داعي من هذه الهجرة، وخاصة أن هناك العديد من يعني من فرص العمل. ولكن بالنسبة للبرلمان هناك العديد من مشروعات القوانين، مثلا قانون الإدارة المحلية، وهو ده قانون مهم جدا لإجراء طبعا انتخابات المحليات، تبقى للتأكيدات أن انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام، حتى يعني تساعد مجلس النواب ويتفرغ مجلس النواب للتشريعات، والمحليات طبعا لمراقبة المحافظات ويعني هذا الأمر. أكيد، يعني إذن أجندة مثقلة ومليئة بمشروعات القوانين والتعديلات على جدول أعمال مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثاني. إلى الصفحة السادسة والصادرات ومدينة دمياط للأثاث، ونقرأ هذا العنوان: قابيل 200 مليون دولار صادرات متوقعة بعد إنشاء مدينة الأثاث، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة دمياط للأثاث وبنك مصر بقيمة 1.5 مليار جنيه. يعني بالفعل نحن في محاولة لإنشاء مدينة جديدة للأثاث بدمياط، وهي المحافظة المشهورة بالفعل بتصدير الأثاث للخارج، فكيف تعمل هذه المدينة الجديدة على زيادة الصادرات في هذا المجال؟ يعني بالنسبة لي موضوع الأثاث ده مهم جدا، وخاصة يعني محافظة دمياط يعني من أولى المحافظات في صناعة الأثاث. هذه المدينة الجديدة التي تقام في محافظة دمياط بتقام على مساحة حوالي 331 فدان، وتم العديد من الزيارات وتوقيع البروتوكولات، وفي هناك اهتمام من المحافظ دمياط وحتى الوزارات المعنية، إذا كان مجلس الوزراء أو وزارة الصناعة والتجارة، وشهدت يعني أكثر من زيارة. الهدف من هذه الزيارات يعني أن تؤتي ثمارها على أرض الواقع. من المعروف هذه المدينة بتوفر العديد من فرص العمل بالنسبة للشباب، يعني محافظة دمياط تعتبر المحافظة الأولى التي لا يوجد مثلا فيها عمالة أو بطالة أساسا، ولذلك كنا في زيارة قبل ذلك حتى أن عدد من المستثمرين حبوا ياخدوا قرار يعني أن يستوردوا عمالة من الخارج، وتم يعني رفض هذا الطلب. كيف تستورد عمالة من الخارج ونحن لدينا مثلا بطالة في بعض المحافظات؟ من يعني هذه المدينة بتوفر العديد من فرص العمل. زيادة الصادرات، وهذه الصادرات بتصل إلى 200 مليون دولار، هذه الصادرات توفير فرص العمل، حتى يعني وجود الاستثمارات الخارجية وبناء مثل هذه يعني المدينة بتوفر فرص عمل
العمل بالنسبة وتشغيل هذه فرص العمل، وبالإضافة يعني توفير النقد الأجنبي، ده شيء مهم جدا. نتمنى يعني نرى العديد من المدن في كل المحافظات، وأن تقوم كل المناطق الصناعية يعني على أكمل وجه. هناك في كل محافظة مدينة صناعية، نتمنى تشغيل مثل هذه المدن الصناعية، حتى تشغيل يعني المصانع المتعثرة. لدينا حوالي 871 مصنع متعثر ومتوقف، نتمنى من وزارة الصناعة والقطاع الخاص، وخاصة يعني وزارة الصناعة والحكومة، بيأكدوا أن احنا قدمنا العديد من التسهيلات للمستثمرين، نتمنى تشغيل مثل هذه المصانع المتعثرة. أكيد، ونحن بالفعل يعني على هذا الطريق، ومع إنشاء مشروعات أخرى جديدة أيضا. عودة مرة أخرى إلى الصفحة السادسة، ومن الاستثمار ومدينة الأثاث في دمياط إلى قناة السويس، ونقرأ هذا العنوان: مميش اليوان يحمي إيرادات القناة من تقلبات السوق العالمية. من المعروف أنه قناة السويس بتتحقق أرباحها من خلال سلة عملات لا تعتمد على عملة واحدة فقط، فكيف يحمي اليوان وهو العملة الصينية إيرادات القناة من تقلبات السوق العالمية والارتباط فقط بسعر صرف الدولار؟ يعني أنا أحيي الفريق مميش على هذا القرار، طبعا بالتنسيق مع الدولة المصرية والحكومة، ونتمنى أن يعني تكون مثل هذه العملات بالفعل. يعني حتى هذا القرار طبعا بيؤدي إلى تخفيض سعر الدولار، احنا شايفين الدولار كل يوم بيزيد، هناك جنون بالنسبة للدولار. البعض بيتحدث مثلا من الخبراء على تعويم الجنيه، البعض بيتحدث أن هناك يعني مثلا اشتراطات جديدة بالنسبة للبنك المركزي، ولكن هذا القرار بالنسبة لليوان هو مهم جدا في التعامل مع هذه الدولة، وخاصة يعني الصين، يعني هناك منطقة جاذبة، هناك يعني حتى يعني تم توقيع بروتوكول تعاون بين الحكومة المصرية وإحدى الشركات الصينية في عملية إدارة وتسويق يعني مساحة معينة من العاصمة الإدارية الجديدة. يعني الصين موجودة بالفعل، ويعني بتتقدم الصين في الدول الأفريقية، ولدينا استثمارات عديدة مع الدولة الصينية. كل هذا الأمر طبعا بيصب في عملية الاستثمارات وجذب الاستثمارات بالنسبة للدولة المصرية من الصين وغيرها، يعني ليست الصين فقط، ولكن هناك العديد من الاستثمارات. أكيد بالفعل، فمن الصين إلى الهند، والاستثمارات أيضا مع الهند. ومن الصفحة السابعة نقرأ هذا العنوان: وفد هندي يزور القاهرة الشهر الجاري لبحث إقامة مشروعات في مجال تكنولوجيا المعلومات والأدوية. 3 مليارات دولار استثمارات هندية في مصر. يعني بعض الخبراء أيضا بيقدروها يمكن الاستثمارات الهندية في مصر ب4 مليارات دولار، وبيسعوا إلى زيادة هذه الاستثمارات في الفترة المقبلة، ويمكن هذه الاستثمارات أيضا بتأتي تتويج لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الزيارة الأخيرة إلى الهند في جولته الأسيوية. فما هي تفاصيل هذه الاستثمارات الجديدة؟ طبعا من المعروف في كل زيارة يقوم بها السيد الرئيس هناك عدد من توقيع البروتوكولات أو الاتفاقيات، كل هذا الأمر بيصب في صالح الاقتصاد وجذب الاستثمارات، ولكن نتمنى من السادة الوزراء يعني متابعة مثل هذه البروتوكولات والاتفاقيات، والعمل على تنشيط مثل هذا الأمر وجذب مثل هذه الأمور، وخاصة يعني في الكثير من المجالات، لم يكن مثلا في مجال الأدوية فقط، ولكن حتى الحكومة المصرية يعني كان هناك اجتماع على أساس أن يتم توفير 2.6 مليون دولار بالنسبة لي التجارة في الأدوية وتوفير الأدوية بالنسبة للمستهلك المصري. الهدف من هذا الأمر طبعا الحد من ارتفاع سعر الأدوية، ولكن بالنسبة للاستثمارات في الهند هناك العديد من الزيارات بالنسبة للحكومة المصرية والحكومة الهندية وتوقيع العديد من الاتفاقيات، كل هذه الأمور بتصب في مصلحة جذب الاستثمارات، وخاصة أن مصر يعني أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وأرض خصبة بالنسبة للاستثمارات، وعملية الشباك الواحد ويعني مناقشة قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وكل يوم بيحصل مثلا هناك تعديل إذا كان هناك أول قضاء على البيروقراطية والروتين. صحيح. كل هذا الأمر طبعا
يصب في جذب الاستثمارات، وان شاء الله ستكون مصر يعني منطقه جاذبه بالنسبه للاستثمارات، لم يكن فيها الهند فقط ولكن على مستوى الدول الكبرى كلها. اكيد. هنا مشاهدينا نصل الى ختام هذه الجوله في العدد الجديد لجريده روز اليوسف. شكرا لضيف هذه الحلقه استاذ حسن ابو خزيم الكاتب الصحفي بالجريده وايضا محرر شؤون مجلس الوزراء بروز اليوسف. شكرا لوجود حضرتك معنا. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وغدا أخبار جديدة وفريق عمل جديد. إلى اللقاء.